هنعمل النهارده طبق كفته بدبس الرمان. دي طبعا فيها اقاويل كتير واقتراحات كتير، ولكن دايما بقول في حاجات احنا متعودين ناكلها بنفس الطعم، فما ينفعش ان احنا نقلب فيها كتير. يعني ممكن نغير الصوص، نغير التوابل، ولكن ضاني مع دبس الرمان ده موضوع تاني بالذات. يعني ضاني نسبة الدهون فيه بتبقى عالية شوية، دبس الرمان طعمه مميز جدا بيخطف الطعم، ولكن اللحمة دايما بتفك مننا يا شيف مغازي، ما بنعرفش نعملها. لو عملناها زي داود باشا عملناها كفتة بتفك مننا. هستأذن فريق العمل الجميل، مقادير كفتة اللحم الضاني بدبس الرمان من المطبخ الحلبي. دبس الرمان ده أساسي، لحمة مفرومة، بصل وتوم، ده في المقادير، معلقتين من النشا. البهارات بتاعتنا بسيطة وسهلة، بهار حلو عارفينه طبعا اللي هو الكوبيبة الصيني، ده ملك التوابل الشامية كلها. وتعالوا نشوفوا نعملها مع بعض ازاي. معانا مكعبين من الزبدة وبسيطة وسهلة، تقدر تحط شوية زعتر، ده اختياري، الموضوع لطيف. معانا عيش طبعا، العيش المنقوح في الحليب هو ده سر الموضوع. خلي بالك كل أكلة لها أسرارها، وكل أكلة لها مفتاح اسمه مفتاح الإبداع، مفتاح النجاح. عيش فينو اللي بتعمليه سندوتشات لاولادك الصبح، هو ممكن يبقى التوست اللي هي شرايح التوست البيضة. مش هتجيبي كيس توست مثلا ثمنه الشيل الفلاني عشان تعملي الاكله دي، هتقولها طب انا اكلها بره وخلاص. عندك عيش فينو ده هتلاقي كيسين او هتلاقي رغيفين عيش في الثلاجه موجودين او في الديب فريزر، طلعيهم حطهم في شويه حليب زي ما انا عامل كده. معانا اللحمه المفرومه والبصل والثوم، هنعملها ازاي مع بعض؟ هنحط اللحمه المفرومه في الكبه، وانا بحط اللحمه المفرومه صادفني ورقتين نعناع اخضر عاملينهم جرنش للطبق، حطيتهم مفيش مشكله. بالشكل ده كده، حطينا اللحمه المفرومه، حلو قوي زي الفل. عندنا بصله مفرومه ناعمه، ودايما لما تحط البصل المفروم او بصل مع كفته، اذا اللحمه مفرومه يبقى البصل مفروم عشان الكبه بتاعتك تعيش معاكي، وما يحصلش ان البصل ما يتفرمش ويبقى مكلكع في قلب اللحم. ادي البصل المفروم معانا. خلي بالكم انا من خلال الاكله اللي بعملها دي بجاوب على اسئله كتير موجوده على السوشيال ميديا. شيف مغازي اللحمه بتفك مننا لما نعملها كفته، اجي اعمل داوود باشا يفك مني، اعمل ايه؟ انا بجاوب على اسئله اهوت. حطيت بصل وحطيت ثوم، معلقه بندوره او طماطم او صلصه اهو بالشكل ده كده. حلو. ومعانا العيش المنقوع اللي انا نقعه في حليب من بدري، يعني من نص ساعه تقريبا اهو، بصفيه من الحليب كده بالشكل ده كده اهو، واحطه هنا. يعني بخليه شويه فيه يعني، بس هو خلاص ايه خد وقته في الحليب وزي الفل. تم. عندك توست، عندك عيش فينو، مفيش اي مشكله. لا ما ينفعش عيش شامي، لازم عيش فينو. كل دول مع بعض، مش هحط توابل، التوابل هحطها بعدين، خلي بالك. ومعايا دبس الرمان هحط شويه صغيرين كده. بس خلاص. أي توابل مش هحطها دلوقتي خالص. واخد الخليط ده يا مغازي في قلب الكبة. بعتذر عن صوت الكبة، أنا آسف. شايفين اللحمة؟ اللحمة هنا دابت مع شرايح العيش أو التوست أو العيش الفينو في قلب الكبة زي الفل. القوام ده أنا عايزه. بس البعض هيقول لي دلوقتي أحط بقسماط يا شيف، هتمشي، بس أنا امشي زي ما أنا عامل كده، إحنا بنعمل طعم جديد ومختلف. بقسماط هينفع، بس البقسماط غير العيش المنقوح في الحليب، خلي بالك. نزلنا باللحم كده.
حته لحمه تتاكل نيه زي الفل. لحم ضاني حطيناه في الكبه فرمناه، تشيل دي تحطها على جنب، ما تحطهاش في الحوض عشان ما تعورش ايدك. ساعات بتنسي السكينه بتاعه الخلاط في قلب الحوض، تخش بقلب جامد تغسل المواعين والاطباق تعور ايدك. الحاجات اللي بنقولها دي بتحصل في كل بيت، او تلاقيها تاهت ما بين الحاجات ومش لاقياها. حلو، هناخد كل حاجه زي ما هي كده ونحط التوابل بتاعتنا بمعلقه. ايه توابلنا يا شيف؟ بهار حلو ده اساسي، اللي هي الكوبيبه الصيني، وملح وفلفل، شويه بابريكا، شويه كمون صغيرين، شويه زعتر. شايفين اللحمه المفرومه؟ حلو، معاه العيش اللي انا نقعته في الحليب. خلي بالك اهو، اتصفى من الحليب عشان اللحمه ما تبقاش سايله معاكي زي ما انا صفيته كده اهو، زي الفل. عيش فينو ثلاثة تعريف، باقي عندك في التلاجة، بتعملي سندوتشات للأولاد، عمل لك أكلة بطعم تاني وبشكل تاني زي الفل. إيه التركاية هنا بقى؟ الكفتة اللي أنا بعملها دلوقتي أنا مش هحمرها في الزيت، أنا حطيت زيت، والزيت ده هحط فيه عودين روزماري بالشكل ده كده، وهاخد شوية مية صغيرين كده. إيه اللي بتعمله ده يا شيف؟ مية على الزيت، الله يسامحك. هو ده اللي انا عايزه. هنعمل ايه مع بعض؟ هناخد الكفته كده زي ما هي، خبره طهويه بقى. دي مش محطوط، مش مفروض ان هي تتحمر بالشكل ده كده اهو، زي الفل. واسيبها تاخد الصدمه الناريه المخلوطه بزيت وميه، وهدخلها الفرن بعد شويه. نكون جهزنا الصلصه بتاعتها اللي هي دبس الرمان. الله عليك، مش كل يوم كفته على السيخ، مش كل يوم كفته مشويه. يا استاذ محمد ازاي؟ يا ابو حميد حبيب والديك. زي الفل. المخرج بيقول لي ايه يعني سر انك تحط شويه ميه على الزيت؟ عشان الكفته ما تاخدش لون مني، لان الكفته دي فيها عيش، مجرد ما احطها في زيت او في طاسه سخنه هتاخد شكل انا غير راضي عنه. زي ما انا شغال كده. كمان اتنين اهم زي الفل. درجه حراره الفرن كام يا مغازي؟ 180. انا خدتها زي ما هي كده وندخلها الفرن. حلوه، ونشيل دي كل حاجه من هنا. كده هي خدت صدمه ناريه بسيطه وسهله. عمليه التسويه هنا لازم يكون فيها خبره طهويه. درجه حراره الفرن عندي 180، هاخدها زي ما هي كده ادخلها الفرن بالشكل ده كده اهي. بصوا عليها كده بص حلوه اهي اهي، شايفين الجوس اللي نازل ده كده؟ ده انا عايزه، ده هينزل طبعا هنعمل بيه دبس الرمان او صلصه دبس الرمان بعد ما ندخلها الفرن اهي، زي الفرن كده زي الفل. لازم تتحط على الشبكه فوق لان مطلوب درجه حراره من فوق اهي. العب للخبره الطهويه. بصلايه ناعمه، معلقه زيت زيتون، بنعمل بقى صلصه دبس الرمان. بصلايه ناعمه كده تتحمر زي الفل، وهي بنتحمر كده نمسي عليها فص توم حلو. الله الله. حلو قوي، تسلم ايدك يا عم الشيف. والله هي مش في المقادير بس انا بحب اجود، انا معايا عين جمل مطحون، هاخد شويه. سامحني يا عم الخاص، ده جاي على اسمك. عين جمل. حلو قوي. حمرت عين الجمل مع بصلايه ناعمه، فص ثوم، كفته هتغرق هنا دلوقتي. واشوف الرغوه الحلوه دي كده اهي. وكعب زبده حلو. حلو. الله، هو ده. وشم ريحة البصلة كده مع التومة مع عين الجمل، ما اقولكيش. حلو قوي، لسه ما خلصتش. سخنة؟ سخنة. واخد البهريز يا عم شفيق معايا وانزل بيه هنا بقى، هو ده الكلام، هو ده الكلام. يا ويلي. كفتة عايزة تنزل، عايزة تسباني. دهب نازل، هو ده، ده البيون بتاع الضاني. ده خير الضاني.
لسه ما خلصتش، اصبر على رزقك بس. خلاص حلو، كفته زي الفل. تمام، معانا دبس الرمان. كل يوم كفته بالفحم، ايه ده؟ مفيش حاجه جديده؟ نسيب ده يغلي على النار كده. وعندنا النشا، معلقتين صغيرتين من النشا، نخلطهم جيدا بماء بارد. اللهم صل على النبي. كفايه. ليه دي مش نشا؟ الله عليك، حلو قوي السؤال ده. الدي لو انا حطيته عشان اربط الصوص ده او اديله قوام، لما اجي اكل الكفته دي هتلكمني. فالنشا اللي هو دي الذره خفيف، شايفين القوام ده كده؟ انا عايز معلقه بالظبط صغيره اهي. بس كمان شويه. الله الله على الريحه الحلوه. على فكره اللي مش بيحب دبس الرمان يعملها بالطحينه، نفس الموضوع ونفس القصه. هناخد بعضينا ونستبدل دبس الرمان بالطحينه. لا ده موضوع تاني بقى كده، رايحين على اليابان والصين يا استاذه رحاب. لا ده هنا بقى اكله عربيه اصيله اهي. يسالوني استاذه رحاب ينفع الصويا صوص؟ لا خالص. شفت القوام ده كده؟ الله عليك. طبعا الطاسه صغيره علينا نرص فيها الكفته. ما اعمل ايه بقى؟ اعمل شقاوه مطبخ كده. اللهم صل على النبي. واخدها كده، يلا يلا اهو. يلا العب يا سمك. هو ده. خلصت، واسيبها على النار بقى يا شيشاء كده، نار عامت الكفته زي الفل. نغرفها مع بعض بقى في طبق شياكه كده، وناخد بعضينا ونعمل مع بعض السلطه الحلوه اللي هي عدل الاكل ده. مع ان انا قلت لكم فكروني بالجلاش ولا حد سائل فيا. يا ويلي يا ويلي، ليه كده؟ ليه كده؟ ليه كده؟ ليه كده؟ ليه كده؟ العب العب، صل على الحبيب، المال الحلال ربك بيبارك فيه على طول والله العظيم. نغرف مع بعض الكفته. لا اللي عاجبني بقى هنا، واستاذن طبعا الاستاذه ريحاب، نطلع بمقادير الكفته الحلبيه بدبس الرمان تاني، ونضيف في المقادير شويه عين الجمل اللي انا حطيتهم، اللي هم خلوا فيه ثقل للكفته دي وادوها غناوه شويه. نغرفها مع بعض كده في الطبق الحلو ده كده. اللهم صل على النبي، يستاهل. الله 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 الله. المقادير اشيلها حبيب. الله يا باشا، تلزق فين بس؟ الله يسامحك يعني. واحد بنهزر، شويه الميه، معلقه الميه اللي حطيتهم في قلب الطاسه هم السر اللي مخلين الكفته عايمه كده وفرحانه وهي في قلب الحل. خلي بالك لو في زيت بس كان زمانها دلوقتي ايه، اتحمرت من تحت ومسكت في ارضيه الحل. مش بنقول الخبره الطهويه لها دور كبير؟ هنمسح الابيض ده كله تاني، معلش. الله الصوت جوع بصراحة. دي عايزة عدلها يا عم الشيف الأمانة يعني، عشان نبقى واضحين مع بعض في صراحة. عايزة شوية رز أبيض، أبيض رز مصري كمان، لازم رز مصري وأبيض وسادة من غير أي توابل. على فين على فين؟ العب. ألف أنا وشيف. كفتة اللحم الضاني بدبس الرمان من المطبخ الحلبي، وهي هي لمسات ايدك طبعا يعني، بس احنا بندي للايه، للحاجه حقها كده، عشان دي اكله ايه، حلبيه. ممكن تتعمل بالطحينه، ممكن تتعمل باللبن، واحنا عارفين اللبن بنطبخ ازاي. نخلط الزبادي، معلقتين نشا،
بياض بيضة نحطه على النار تقليب سريع لغاية لما يبقى له قوام، نسقط في قلب الكفتة بعد ما تستوي أو الكبة زي ما احنا حابين، بنزوقها كده وندلعها بالنعناع، وإن شاء الله نعمل لكم الكفتة بالكريز الأحمر. دورت عليه بصراحة ما لقيتوش، حاجة كده برضو لطيفة وجميلة. الكريز بيتجاب ينطبخ بيتعمل بيه الكفتة دي تبقى لطيفة وحلوة.